سعد لي مساكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير. اي والله توني ادش ماكم ماسكه هاللسته، وكل شوي اسوي شيء واكتب شيء حق اليوم اللي بعده. بس اليوم كان حافل، ان شاء الله يا رب. كنت بقول شلون عيالكم اول يوم دوام؟ ان شاء الله طيبين، امورهم طيبه. نزلت اليوم بوست عن فيروس الكورونا، وفي سؤال وايد تردد، احتمال اسوي له بوست اخر يعني بروحه، والبوست القادم راح يكون عن الموضوع اللي كان فيه سؤال الخميس. راح احط لكم سؤال الخميس بنهايه سنابات الحين عشان تتذكرون الموضوع القادم راح يكون عن شنو. بغيت اقول شيء مهم اليوم، بغيت اتكلم عن موضوع، بس والله بروك انا بشيل الافكت الحين. شوفوا بس ابتدى ناصر دوام، شوفوا مسرع والله. امس بس خلوا، انتوا تتوقعون حاطه فاونديشن صح او بيبي؟ مو حاطه ولا شيء الا الحمايه صح. انتوا بتقولون انا حمايات انستنت، حطيت نوعين، واحده حق البشره الدهنيه والمختلطه، واحده حق الجافه. ودائما اتكلم عنهم بالصيديات، دائما بنات او متابعين بشكل عام دائما اتكلم عليها، وهي من الحمايات الوحيده اللي لما يكون عليها عروض ابتدي فيها الاولى، يعني من الحمايات الاولى اللي دائما اتكلم عنها. هذه منزلينها تخيلوا بين اغراضي امس، انا احب احوس بالسي سي والبي بي، وخاصه خلاص الحين ردينا حق دوامات وامور مشاوير الصبح وهذا. شوفوا متى داشه، ما حطيت ولا فانديشن ولا شيء، والله اللهم ترطيب حطيت. وحتى في بنات تقدر تستغني تحطها بروحها، انا حطيت ترطيب وحطيتها، جانست لي لون الوجه. شوفوا يعني ها في عيوب وما في عيوب، يعني شكل طبيعي. حطيت بلشر وروج، ترى ولا شادو ولا سويت حوايج ولا شيء. عشان تفرقون قلت اليوم خل اشرح لكم الموضوع السريع، ترى هذه اجدد حمايه. والله تدرون من متى واصلتني؟ ما فتحت حتى الباكجات اليوم، يوم فتحتها قلت خل احطها مشوار الصبح. والله غسلت وجهي، حطيت الريسكيو سيرم هذا اللي بتاع كله، اقول لكم السيرم بتاع كله عجيب، وحطيت هذا عقبه. اعطاني تغطيه طبيعيه، والله العظيم نفس اللي تقولين صدق هالكلمه. حاطه ومو حاطه، راح اراويكم الحين، راح اطبق على ايدي لان اساسا انا حاطه على وجهي. تخيلوا من الصبح ولا تاكسد، يعطي مثل يخفي العيوب. هذا ميزته عن حمايات انستنت، طبعا هذا روعه، هذا اللي دائما احطها بالصيدليات بنات يصير عليها عروض، من حمايه الفرنسيه القويه الاس بي اف 50، وكذلك في اللي يحمي من اليو في بي الاشعه اللي تي من الشمس، وكذلك اليو في اي اللي حتى من الاضاءات بدوامج انت طالعه رح مجمعات تحميك. هذه بنفس الخاص، طبعا في فلويد اللي تناسب الدهنيه والمختلطه، وفي الكريم يكتبون هني كريم تناسب الجاف. انا احط لكم دائما خطوط وشي عشان تفرقون بينهم، بس هذه الجديده تين الجديده هذه نفس مواصفات يعني هذه مالت الدهنيه والمختلطه او الجافه، ما عندي اياها اللي هي كريم لان بشرتي مو جافه وعاديه، بس هذه فيها تغطيه للعيوب. تهبل ترى، تتجانس مع البشره. اول ما حطيتها على ايدي كنت غامجه، بس فرتها فظيعه فظيعه. شفتوا التوا من غير افكت واضاءه غرفه، يعني حيل مو قويه. انزين، وميزتها فيها البي ام 2.5، هذه تقنيه جديده فيها اجتهاد، مو بس طبعا فيها نفس الخواص مالت القديمه، بس ضايفين عليها البي ام 2.5، راح تلقونه هني شايفينه، لان شوفوا اس بي اف 50 وفيها تغطيه حق العيوب. البي ام 2.5 اللي هي الملوثات اللي تصير بالجو، فهذه قاعد تحاول تحط لكم اشياء ضد هذه الملوثات عشان ما تاثر على بشرتكم. صراحه ميزتها، انا هذا اول استخدام، والله العظيم اول استخدام من الصبح للحنيه، لا تاكسدت لا تشققت على وجهي، اتينن كني حاطه فاونديشن خفيف، كني حاطه طبقه فاونديشن خفيف. اللهم اعطيت بلشر وروجي. حتى في بنات يحبون الزبده يحطون مثلا او شيء كذي طبيعي الصبح، تقدرون يعني هذا انا بس مجرد انه لما تحطينها وتحطين بلشر صراحه الوجه ينور يصير حلو، يعني حتى لو في عيوب وشويه تصبغات يخفيها. وايد عجبتني صراحه، وايد يعني هذه اللي هي بدون تغطيه للعيوب حلوه. اذا انت تبي تحطين روتينك البي بي سي سي تقدري تستخدمين هذه حق الدهنيه المختلطه. للاسف ما عندي مالت الجافه والعاديه، بس دائما احطها بالصيديات، اتوقع انتم مكبشرينها لما يصير عليها عروض، بس هذا وايد عجبتني صراحه، وايد 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 عجبتني. شوفوها بنات مرة ثانية، تبارك الله، حتى يعني تحسون فيها إضاءة الوي، ما تحسون بهت على آخر اليوم تأكسد بعض الفاونديشنات عشان نحطها. هذه أنا ليش أحط هالأشياء بين فترة ثانية؟ لأن يعني مو كل يوم فاونديشن، أنا ضد، أنا أحب شوفوا بين فترة ثانية أحط لكم، يكون عندي مناسبة، يكون عندي
شيء يعني احط لكم لما احط فل كفر فونديشن، وساعات احط لكم اشياء يعني اشتريها بنفسي واي اطبقها عقب ما اجربها وغيرها من الامور. ولكن انا مع الاشياء اللي تكون ميديكال اكثر، يعني فيها خواص طبيه اكثر، فيها نسبه ترطيب، فيها نسبه حمايه، وتغطيه تكون جدا خفيفه. سي سي بي بي، هذا النوع من الحمايه عجيبه عجيبه. هذه بنات تذكرونها اللي دائما احط لكم اياها بالصيدليات، انستنت حمايات لما تصير في عروض وايد براندات ما احط، تلقون اول شيء يصير عليه عروض من حمايات هذا احطه، سنين سنين احط هذه فرنسيه قويه كحمايه. قلت لكم اليو في اي واليو في بي فكرته فظيع فظيع، يعني مو بس ضد اشعه الشمس، حتى الاضاءات والاشعه الضاره اللي تصير طوال اليوم من شغلك من مكان اللي قاعده فيه عجيبه. هذه طبعا وايد حلوه، تلقون هني فلويد يعني تناسب الدهنيه والمختلطه. بالصيدلات في ثانيه ينكتب عليها هني كريم، راح تشوفون انا حاطه دوائر عشان تركزون. كريم اللي هي تناسب البشره العاديه والجافه، طبعا هذه ما عندي لان بشرتي مو عاديه وجافه، دهنيه ومختلطه. هذه اللي بالتقنيه الجديده اليوم حطيتها، من الصبح لحد الان شفت وجهي من غير افكت من غير اي شيء، لا اكسده لا هذا، ويغطي العيوب بطريقه طبيعيه. يعني ها حاطه ومو حاطه، ترى بس حطيت قبله مرطب ريسكيو سيرم وطبقته على كل وجهي. فهذه براويكم اياها الحين على ايدي شلون تفرق، تفرق حيل بنات. هذه هي تكون شنو بي ام 2.5، ما في غيرها هذا النوع. حطيت منها هني شيء، شوفوا شويه الحين تحسونها غامضه وشي، يعني المفروض ما راح تناسب بشرتي صح. شوفوا الحين راح افردها، راح اراويكم الفرق بين ايدي هني اللي مو حاطه وبين هني. نفردها مع بعض. اوكي امتصت البشرة وتجانست معاها. اوكي شوفوا شايفين الفرق، العروق تقريبا التغطية الخفيفة شايفين فظيعة. عاد بعدها انت حطي رتوشك، يعني وخر حتى العيوب، العيوب اللي موجودة بالايد او اللي احنا مثلا نقول العروق وكذا. هذا هني شوفوا شايفين العروق شلون واضحه هني، طلعت تغطيه فظيعه فظيعه فظيعه. نفسيه لما تلعب فيني، شوف شوفوا بشره ما شاء الله صافيه اللي النحيسه اللي طلعت لي امس. والله ابوي امس يقول لي انت الحين هو بيداوم، انت كنك اللي بتداومين. والله قاعده كذي قاعده على نايمه، هاي يمدي باكر ان شاء الله يقوم الصبح. اي حطيت له اكل ولا لا؟ خلي اكلمه معاه، سوينا بنسوي كذي ما ادري ايش. اوفر طخي جنة طخي. هذا موضوع اليوم جدا خفيف ولطيف ومفيد، يعني الحمايه هذه انا ادري بالامهات او العاملات الصبح لما تقوم وراها مسؤوليه وبسرعه تبي تخلص، تبي شيء كذي قطعه قطعتين تخلص لها الموضوع شيء بسرعه. وفي بنات كثير ترى ما تحب المكياج الاوفر، والله اعرف بنات اللهم المرطب والحمايه وتطلع، وفي منهم والله تقول له الحمايه فيها بعد شويه مع تغطيه العيوب زين وزين، تحطها البلشر وتطلع. وايد وايد في بنات ما يحبون الميك اب وايد، وهذا الشيء انا وايد يسعدني صراحه. احنا نحب الميك اب بس ما نحبه اكثر من بشرتنا، فبالتالي نحط تغطيات. تشوفون انا احط ساعه تغطيات في الكفر بس ما اخليها شيء اساسي يومي. اليوم هذا شيء خفيف وبسيط ومفيد، باكر عاد نصيحه، خلوا عينكم على سناب الساعة 8:30، خلوا عينكم على سناب، راح أحط شيء عجيب عجيب ما أعتقد أحد تكلم عنه من قبل. على حد علمي من متابعاتي دزولي أشياء وايد عن هالبراند، دكتورة ايش رايك فيه، حلو ولا مو حلو. بهذاك الفترة شنو كنت أقول لهم؟ كنت أقول لهم عن قطعة وايد حلوة، ولاحظت إن في من السوشيال ميديا يتكلمون عن بعض القطع زينة مو سيئة، وأقول رأيي فيها لما أنسأل. بس شيء اللي مقتنعة فيه ما أعتقد أحد تكلم عنه، فبعطيه حقه كوني أعرف بالتركيبات من هالبراند. ما أعتقد أحد تكلم عنه، ما شفت يعني ما شفت حتى أحد سألني من متابعاتي مثلا دكتورة هذا مثلا الانفلونسر الفلانية تكلمت عنه شو رأيك فيه. هذا أنا أقول صراحة رأيي بكل حيادية يعني، بس هذه المجموعة ما أعتقد أحد تكلم عنها، مجموعة جدا قوية إن شاء الله. باكر إن شاء الله بخصص لها موضوع، ما عندي رقم وكيل ولا عندي عروض ولا أعرف عنها أي شيء، بس أنا قطع عجبتني وبتكلم عنها. بس
راح تفرق بشرتكم لانها قويه. يعمل البراند كله هذه اقوى المجاميع تعتبر.